وصلنا لبرج الميزان وعلقته بكل الأبراج إن جنرال، وخلال العام 2021 إذا كان رح يصير في ذبذبات فلكية على العلاقة ما بين الميزان وكافة الأبراج. من فضلكم لايك أند سبسكرايب إذا بتريدوا. مع ست جمانة وهبي. ست جمانة، الميزان والميزان، لا الميزان أولا، مع مين بيتفق أكثر شيء ومع مين بيتنافر؟ يعني ما بتنصحي يتزوج أو يحب أو يقرب لحدا بالحب؟ الميزان أنا ما مثلا أكثر الأبراج اللي بقوله بعد عنها هو الدلو، لأنه كثير حيعذبه عذاب مش طبيعي وما حيقدر يتحمل. وكمان بقول له ما تقرب من القوس، لانه كمان حتلاقي انه مشاكلك كثير كبيره معه. هدول اكثر برجين انه ممكن قال له يبعد عنه، حتى برج الثور رغم انه كوكبهم واحد، كوكب الزهره هو حاكم برج الميزان وحاكم برج الثور، ولكن ما حيقدر له. برج الميزان شفاف جدا، حساس جدا، وكانه بشم ريحه الكذب عن بعد، فمشان هيك هدول الابراج حتبقى مغلبته. فبقول له هدول اكثر ابراج بعد عنهم، وباقي ما تبقى قادر انك تحل مشاكلك معهم شوي شوي. عمين بيتفق الميزان بحبه مع العقرب كتير حلو، مع السرطان رغم انه السرطان اقوى منه بكتير، وبحبه كمان مع الحمل، يعني عندي مع العذراء حلوين، مع العقرب حلو، ومع الحمل كمان يعتبر إيجابي، ومع الجدي. يعني عنده فرص كتير الميزان أكتر من غير أبراج. نبدأ مع الميزان والميزان، كيف بتكون علاقتهم السنة وإن جنرال كيف علاقتهم؟ الميزان والميزان كتير حلوة علاقتهم مع بعض، وكمان طموحهم مشترك، وكمان بشكله طالع إيجابي وخير على بعضهم، بيكونوا خير على بعضهم إن كان بالمال أو حتى بالحياة الاجتماعية. يعني في انسجام كتير كبير بين اثنين، يعني بلاقي إنه اثنينهم عندهم، يعني بقوله للميزان أنت عندك الذكاء الكافي بعملية الشد والتراخي بعلاقتك مع الشريك، مع شريكك برج الميزان، يعني بيفهم عليه، وحتى كمان ممكن يقوم بدور شريكه العاطفي بكل الأمور، يعني إن كان مواقف تتطلب حضور شريكه العاطفي ممكن يحل هو مطرحه، وكمان بيتبادلوا الأدوار بكتير مطارح. في شيء بيصير بال21 بترق على العلاقة؟ العلاقة إيجابية جدا، والعلاقة رح كأنه على بواب مشاريع جديدة بين اثنين، إن كان عتبة بيت جديدة أو حتى إذا كانوا جديد بالعاطفة ممكن أنه يستقبلوا مولود جديد بال 2021. مبروك مبروك من هلأ. الميزان والحمل، الميزان والحمل في عندهم تآلف روحي مع بعضهم كتير حلوة، وكمان 2021 حتشهد علاقتهم انعكاسات سلبية، وهون المشكلة ما عندي إياها بمولود برج الميزان أبدا، لا عندي إياها بمولود برج الحمل يلي بقول له هدي قد ما فيك، حاول تهدي، وكمان ابتعد عن ظن السوء بأي قرار عاطفي مع شريكك العاطفي مما كان يكون، من كان من مواليد الثور، الجوزاء، السرطان، الأسد، العذراء، مما كان شريكه العاطفي، بقول له بعد عن ظن السوء بعلاقتك مع الشريك. الميزان والثور، مراقبة مستمرة بال 2021، وكأنه عين الشريك اللي هو الميزان عينه على مولود برج الثور يلي حيبقى شغله باله بطريقة التغيير، التغيير بالمشاعر أو حتى تغيير بتصرفاته، حيبقى مشغول بالمولود برج الميزان على شريكه العاطفي ليه متبدل ومتغير أو حتى غير مبالي بال 2021، وخصوصا بالاشهر الاولى، ولكن كمان حشوف في مصلحه مشتركه بين اثنين، مصلحتهم ممكن المصلحه المشتركه تغلب موضوع العاطفه، فهيدي فرصه للتلاقي، وفرصه انه كمان لتبقى العلاقه مستمره، وانا بنصح انه يجتهدوا على المصلحه المشتركه باول السنه اذا كانوا مكمشين ببعضهم، ومن ثم شوي شوي بنبلش انه نطور المشاعر بين الطرفين. قلت الميزان الدور حيكون مشغول كتير، ليه مشغول بالاهتزاز المهني يلي
عم بعيشه وكأنه بيكون فايت على مشروع جديد، وفجأة أنه بتتبدل الأمور أو الشروط أو تتأخر، أو بيصير في نوع من التراجع بإتمام الأمر أو التنفيذ، أو حتى إذا كان قادم على مباشرة عمل جديد أو وظيفة جديدة لربما تكون حساباته مخيبة لآماله، فهون حتعكس بالسلبيات على مشاعر العلاقة بين اثنين، ولكن المصلحة ممكن تغلب المشاعر، وهون هيدي فرصة كتير مهمة ليفتح باب مولود برج الميزان إذا كان مكمش بشريكه العاطفي لحتى يقربوا منه أكثر، ومن ثم بنرجع نفوت على إحياء المشاعر بين الطرفين. يلي بده يعرف كل برج شو قالت عنه توقعات كل الأبراج، شو قالت عنه ست جومانا، بفوت في لينك في فيديو كامل مدته طويلة وشارحة فيه تفاصيل لكل برج. ننتقل لبرج ما بين العلاقة ما بين الميزان والجوزاء. صحيح انه كوكبين، انه برجين هوائيين، حنشوف في مؤشرات سلبية جدا بال 2021، هي عملية غياب للحب او الرومانسية او التقارب بين اثنين بالعلاقة، ولكن كأنه حيشكي هون، حشوف الشكوى كتير كبيرة عن مولود برج الميزان من مولود برج الجوزاء يلي ممكن أنه تشدوا علاقة جديدة أو حتى يروح باتجاه تغيير مشاعره ويكون رايح باتجاه إحياء مشاعر مع شخص جديد. أوكي ست جمانة وهبي، ننتقل للعلاقة ما بين الميزان والسرطان in general وال21. العلاقة حلوة كتير بال 2021، ولكن ممكن تجلب لهم العين والحسد، فنصيحتي للاثنين وخصوصا برج السرطان يبتعد عن التفاخر ويبتعد عن الفخفخة الزايدة، حتى يعني أنا بعتبر أنه هيدي عملية مظاهر فارغة ممكن أنه تأثر على العلاقة وتجلب لهم العين بال 2021، وخصوصا أنه المشاعر تبدو حلوة وتبدو فيها نوع من الإنجازات، كأنه حيكون في خلط للإنجازات المهنية بأمور العاطفة، فعملية الخلط هاي ممكن أن تأثر تجلب لهم العين وتجلب لهم الحسد بال 2021، ولاقي مولود برج الميزان أمام المتابعات الطبية بسبب العين والحسد يلي ممكن أن ترافقه ببداية العام. إن شاء الله خير، حرام لأنه مرقوا بظروف كتير صعبة. ننقل للميزان بقصد، ننتقل للعلاقة ما بين الميزان والأسد. الميزان حشوف بال 2021 نجمه حيبقى ساطع جدا، حيبقى محبوب حتى لو كان أنه متزوج أو كان على ارتباط، حنلاقي العروض العاطفية حلوة كتير، فإذا كان مع مولود برج الأسد بقول له انتبه لربما يحبك، يحب غيرك، يعني الميزان يحب شخص تاني أو حتى ما يقبل يتقبل أنه طريقة فهمه بغير طريقة، يعني أنه يفهم الميزان يتفهم الأسد بطريقة تانية، بطريقة أنه ممكن تزعج العلاقة، فبدهم يتفهموا هيدا الشيء، وخصوصا أنه العلاقة حلوة بال 2021، يعني أنا ما عم شوف المشاكل الفلكية أو المعاكسات الفلكية عند الأسد ولا عند الميزان، فالبواب مفتوحة لعملية التلاقي، التصالح، التقارب، وحتى كمان للقرارات المصيرية. ست جمانة، الميزان عنده حياة عاطفية صاخبة بال 2021؟ صحيح، صح، الفرص تبدو كبيرة، يعني ممكن يعمل علاقات كتير؟ ديروا بالكم. يعني كل شركاء الميزان ينتبهوا لهم لأنه عنده فرص كتيرة. منروح على الميزان والعذراء. الميزان مع العذراء رح نشوف أنه عملية تبادل للمشاعر بين الطرفين من بعد ما كانت أنه شوي السنة 2020 قاسية عند مولود برج العذراء من ناحية مشاكل العاطفية وحتى غياب الاستقرار العاطفي، حنشوف عملية تبادل المشاعر وأحياء المشاعر والتقارب وكمان القرارات المصيرية مع بعضهم بال 2021، وكمان معرض العلاقة حتى كمان لنوع من الاهتزاز
بفترة من الفترات يلي رح يبقى فيها مولود برج العذراء غير مبالي للمشاعر مع أي طرف كان. هذا لأنه قلتي أنه مشغول كتير السنة 2021. صحيح. أوكي، منروح على الميزان والعقرب. الميزان والعقرب لربما يعانوا من سوء تفاهم وهن اوريدي عايشينه، والمطلوب منهم افتراض حسن الظن بعلاقتهم مع بعضهم. That's all؟ هالقد وبس؟ تحبي تقولي لهم شيء أكثر؟ أنا أكيد بنصح مولود برج الميزان أنه يبتعد عن مراقبة العقرب أو حتى يفتح مواقف السابقة مع مولود برج العقرب مع شريكه العاطفي، ما يفتح يعني نكش عن الماضي ويقول له أنت بتتذكر لما عملت معي هيك أو بتتذكر لما صار هيك. هالمواقف هذه كلها يبتعد عنها، ما ينكش بالماضي ولا يفتح صفحات الماضي حتى ما تتشنج ترجع العلاقة أكثر، وخصوصا أنه ابتدت العلاقة تكون تتجه باتجاهات صحيحة ترضي الطرفين. ننتقل للميزان والقوس. الميزان والقوس حشوف انه كمان حلاقي الميزان بداخله كتير كلام 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 وفضفضة كتير كبيرة مع شريكه العاطفي، وكمان حيحكي كل اللي بقلبه مرة واحدة، يعني ما رح يترك أشياء مخبية، حيترك مرة واحدة وحيقله شو اللي عم يزعجه ويصارحه في عملية مصارحة كتير كبيرة بين الطرفين. وحشوف أنه في تجاوب من الطرفين لعملية أنه التغاضي عن الأخطاء السابقة، وكمان كأنه في اتجاهات جديدة بتحمل هيدي العلاقة بمنحة أكثر إيجابية عن السابق. عال الميزان والجدي. الميزان والجدي اثنيناتهم رح يتخطوا فترة الخصام بشو كتير كبير، يعني إذا كانوا كابل اثنينهم مع بعضهم بمرحلة الإنجاب وبسن الإنجاب، فهالشوق الكبير هيدا ممكن أنه يولد نوع من عملية ضيف جديد أو بيبي جديد أو حتى كمان ولادة مشروع جديد بيناتهم. كأنك عم بتقولي إنه سن الميزان سنة بجيب ولاد. مظبوط صحيح، لأنه كتير محمسين على أنه يكون عندهم ضيف جديد بعلاقتهم، على قد ما متمسكين بقرارات عاطفية وبلهفة على الاستقرار العاطفي من بعد ما كانوا قاطعين بكتير فوضى بحياتهم العاطفية. أنا بعتبرهم أنه أكثر الأبراج من ظلمت عاطفيا من 3 سنين لورا. اوكي، بس هلا لما يرجع، لما يعني هالسنه ينتبهوا من تكرار العلاقات او من الاغراءات اللي بدها تصير معهم. الميزان، ميزان، شكرا. ميزان والدلو. الميزان والدلو رح تتعرض العلاقه بين اثنين لسوء تفاهم، وخصوصا انه كمان من هلا عم يبلشوا يعيشوا سوء التفاهم بين مع بعضهم اثنيناتهم، فعمليه انه تتعرض علاقتهم لسوء تفاهم ابتدت معهم من هلا، وكمان حيحملوها لفتره اطول الى حين يعتمدوا اسلوب توضيح الامور بالعلاقه. وبشوف انا كانه عمليه التوضيح حيكونوا مقبلين عليها لا يقدروا كمان يقطعوا من المرحله يلي هي تعتبر الأسوأ من ناحيه التشنجات بين الطرفين. اسم الله عليك، عن جد كيف بتقدري تفسري هالقد هالقد، بتقدمي ديتيلز يعني حلوين ست جمانة. يبقى عنا الميزان والحوت. أكثر برجين بحبهم مع بعضهم، وعملية التقارب من بعد خصام أصبحت أسهل بكتير. وكمان برجع بقول هون أنه إذا كانوا الكابل بعمر الإنجاب وبسن الإنجاب كمان يتوقعوا طفل جديد، لأنه اثنينهم بحبوا العيلة، وال2021 الحظوظ فيها كتير واعدة للطرفين، وكمان حتى لبداية جديدة من بعد اهتزاز أو حتى خصومة أو مشاكل كانوا قاطعين فيها. Thank you. والفيديو الثاني رح نكون مع العقرب وعلاقته بكل الأبراج مع ست جمانة وهيب. Please like and subscribe. وإلى اللقاء. خلي عينك على الجرس.